بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع بتاعنا النهاردة عن الأحذية اللي هي الخفيفة الطرية دي. طبعا دي جزمة مريحة، هي مش إليو حقيقي، دي متخيطة ومشدودة بس معمولة كويس قوي، وتسلم إيد اللي عاملها. بس هنقول على بعض الملحوظات اللي تخلينا ناخد بالنا فيما بعد، عشان هنا فيها بعض الحاجات اللي أقدر أقول عليها مش حلوة. زي إيه؟ زي إن أنت لما بتيجي تعرضها بتقول الجزمة دي طرية وتعملها كده وكده، وده غلط. ليه بقى؟ لان الجزمه مش المفروض انها تتعصر كده وكده، لان المنطقه دي من راس الكمره لغايه تحت المفروض تبقى ثابته خالص، لان الرجل ما بتتحركش هنا، الرجل بتمشي كده وبعدين بتنزل على مشط الرجل ويتني من هنا بس. يبقى ده اللي انا عايزه لما اجي اعرض الجزمه واقول انها كويسه او وحشه، بتني بس كده واقول كده خلاص. دي حاجه، دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه اللي ملحوظه في الجزمه دي، ان طبعا الباطس هنا يعني النعل مع الفردة مع الباطس هنا ما هوش مكسم، فهو هنا ست شوية يعني ضيق، فبالتالي لما الزبون هيلبس الجزمة الحتة دي هتنزل لتحت فهتتاكل وتتجرح ومش هيبقى مستريح. فالمفروض ان يبقى بصمة النعل وبصمة الباطس والقالب زي بعض، ما ينفعش يبقى النعل ست كده، خصوصا في النعل الرفيع ده ما ينفعش خالص، لان الرجل هتهبط من هنا. فهلا يبقى نراعي دايما ان المقاس بتاعه مع الباطس مع الوش ان هم يكونوا ايه واخدين نفس البصمه ونفس المقاس. دي حاجات مهمه جدا، مع ان الجزمه معموله حلوه قوي وظريفه، لكن ممكن مع اللبس تعمل مشاكل. طبعا السوجي لازم يتقفل كويس لما يكون في حاجه زي كده، ما تسيبش فتله، لازم تتعقد من جوه كويس عشان دي ممكن تفك وتعمل مشكله. يبقى بتكلمنا في ان الليونه بتاعت الجزمه مش بالعرض، الليونه كده بس عند مشط الرجل، ده مهم. كمان الارتفاع اللي هنا ده كتير قوي، يعني معناها ان القالب شايل كعب اعلى كان شويه، لان السوسته اللي هنا دي مش متبقاش كبيره كده، كده انت ماشي محمل على كعبك زياده قوي عن اللزوم، او انك هتفرد كده هتبقى مش مرتاحه في اللبس برضه. فالمفروض ان ده يبقى الكعب بتاعك والعلو والسوسته كده، يبقى الفرده فيها كعب شويه، تشيل قالب يشيل كعب شويه. كل العيوب دي بتيجي لان احنا بنجيب قالب مش مظبوط مع نعل مش مظبوط عليه مع تركيبه كلها مع بعضها مش مظبوطه. لازم نراعي ان كل التركيبات دي تبقى كويسه. شكرا. سلام يا حمزه.